نزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا، أحيا بهداه وشرعته شيبا شبانا وفتيانا. هو زاد الروح وبهجتها. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرياضيات. معكم الأستاذ محمد السيد بلال، معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على يوتيوب، قناة الأستاذ التعليمية، والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد. اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. أول عبارة بتقول لي إيه؟ بتقول لي إذا كان ميم نقطة تقاطع متوسطات المثلث، ميم نقطة تقاطع متوسطات الإيه؟ المثلث ألف به جيم، وكان ألف دال ده متوسط طوله كام؟ طوله كام عندي؟ طوله 12 إيه؟ 12 سنتي. فإن ألف ميم، يبقى هنا دلوقتي لو إحنا عندنا على جنب كده مثلث أهوت كده، وركز معايا، آدي هو المثلث بتاعنا مثلا، اسمه هنا ألف، ألف به جيم. رحت راسم إيه؟ ألف دال ده متوسط، يعني جاي من هنا وعامل ايه؟ متوسط كده بالصورة ديت، يبقى ده ايه؟ ده يعتبر بالنسبة لنا ايه؟ ألف دال ده متوسط اهو. الميم بتبقى فين؟ اهو، يبقى ميم موجودة هنا، هي نقطة تقاطع المتوسطات اللي هي نقطة ايه؟ نقطة الايه؟ الميم. كويس. قال لي ايه بقى دلوقتي؟ قال لي ان كل ده بكام؟ ألف دال ده كله بكام؟ ب 12 ايه؟ ألف دال اللي هو المتوسط يعني طوله كام؟ 12. يبقى اذا في هذه الحاله بنستنتج ايه؟ بنستنتج ان ده خلاص، لو قلت ده واحد يبقى الحته دي 2. كويس. يعني معنى كده ايه؟ معنى ان الف ميم تعتبر التلتين، تعتبر هنا التلتين، ماشي، تعتبر هنا التلتين. يبقى نعملوها ازاي؟ نقوله الف ميم بتساوي 2 على 3 الف دال. يبقى على طول لما اقول الف ميم يبقى نقوله الف ميم بيساوي 2 على 3 من ألف دال، لأن ألف ميم 2 وألف دال كلها كام؟ 3. يبقى نقوله ألف ميم بيساوي 2 على 3 من ألف إيه؟ دال. طب يلا نقوله، يبقى 2 على 3 في ألف دال هو عطولي بكام؟ ب 12. يبقى 2 على 3 في 12 يدينا 8 إيه؟ 8 سنتي. يبقى إذا هنا ده نستنتجه بكام؟ ب 8 إيه؟ 8 سنتي. هنا برضو سؤال جميل جدا، بيقول لي ايه الاطوال التي تصلح ان تكون اطوال اضلاع مثلث هي؟ علشان نقول الاطوال تصلح ان هي تكون اضلاع مثلث، لابد ان يكون مجموع اي ضلعين، اي ضلعين اكبر من الضلع الثالث اللي هي متباينه المثلث. طيب تعالوا نشوف اول ده. يبقى 3 و3 6، 6 اكبر من الايه؟ من الخمسه. 3 و3 6 و3 اكبر من الخمسه. طيب تعالوا نقولوا الثلاثه خلاص، يبقى تعالى نجمع اي ضلعين برضو كده ونشوف مع بعض، ماشي. طيب التلاتة وتلاتة ستة، ستة بتساوي ستة، ما تنفعش. طيب التلاتة زائد التلاتة ستة، ستة وسبعة، يبقى ستة اقل من السبعة ما تنفعش. واحد وتلاتة كام؟ اربعة، اربعة اقل من الخمسة ما ينفعش. اذا اللي هي بتصلح بقى اللي هي تلاتة زائد تلاتة كام؟ ستة، الستة اكبر من الخمسة، يبقى هو ده اللي ينفع يكون ايه؟ اطوال اضلاع ايه؟ مثلث عندنا. طيب تعالى بقى بيقول لي عدد محاور تماثل المثلث متساوي الساقين. المثلث متساوي الساقين ليه كم محور تماثل؟ تلات محاور ولا محور واحد ولا اثنان ولا ليس له؟ المثلث متساوي الساقين له محور تماثل واحد، يبقى له ايه؟ محور تماثل ايه؟ واحد. بيقول لي في المثلث ألف به جيم، إذا كان ألف به أقل من به جيم أقل من ألف إيه جيم، فإن أصغر زوايا المثلث هو مين؟ تعالوا نشوف مع بعض كده السؤال ده، ماشي. فإن أصغر زوايا المثلث هي زاوية الألف ولا البه ولا الجيم ولا لا يوجد؟ طيب يلا نشوف مع بعض كده. الأول نعملها إزاي؟ نقوله الألف ب شايفينه؟ مين الزاوية اللي بتقابله؟ يبقى ألف ب ده مين الزاوية اللي بتقابله؟ زاوية الجيم. يبقى نعرف إن زاوية الإيه؟ الجيم. طيب الب ج مين الزاوية اللي بتقابله؟ الب ج خلاص، يبقى الزاوية اللي مقابلة ليه؟ اللي هي الرأس ألف، عند الرأس مين؟ ألف، يبقى زاوية الألف بتقابله. طب ألف ج مين الزاوية اللي بتقابله؟ اللي هي زاوية الإيه؟ الب، زاوية الإيه؟ الإيه؟ الب. طيب
مين اصغر ضلع عندنا دلوقتي اللي هو قالب ب؟ اذا الزاويه اللي بتقابله اللي هي زاويه ج هي اصغر زاويه، يبقى اصغر زاويه هي زاويه الايه؟ الجيم. يبقى اصغر زاويه عندنا هي زاويه الايه؟ الجيم. السؤال هنا بيقول لي قياس الزاويه الخارجه عن المثلث المتساوي الاضلاع تساوي، يبقى لو المثلث متساوي الاضلاع كويس يبقى كل زاويه من زواياه الداخله بتساوي كام؟ 60. لو المثلث متساوي الاضلاع يبقى قياس كل زاويه من زواياه الداخله بتساوي كام؟ 60. طب الزاويه الخارجه هي زاويه مكمله للزاويه الايه؟ الداخله. خد القاعده دي كويس عندك، يبقى الزاويه الخارجه عن المثلث متساوي الاضلاع هي بتكون زاويه مكمله للزاويه الايه؟ للزاويه الايه؟ الايه؟ الداخله. طب الزاويه الداخله بكام؟ بايه؟ احنا قلنا ب 60. طب المكمله عايز نجيب الخارجه اللي هي هتبقى مكمله، يعني هنقوله كام؟ بتساوي 180 خلاص ناقص ال 60 على طول، دي القاعده لازم تكون عارفها، هتساوي كام؟ هتساوي الكام؟ ال 120. يبقى دايما معروف ان الزاويه الخارجه عن المثلث المتساوي الاضلاع هتساوي كام؟ 120 درجه. 120 ايه؟ درجه. في الشكل المقابل، في الشكل الايه؟ المقابل اللي قدامنا ده. طيب يا ريت نركز شويه مع بعض. أ ب ج د متوازي أضلاع، أ ب ج د اسمه إيه؟ متوازي أضلاع، ماشي. إيه كمان؟ ه بتنتمي لألف د أهوت، بحيث إن مين؟ إن ه واو، ه واو بيساوي واو إيه؟ واو د، بيساوي واو إيه؟ بيساوي واو د. كويس. طيب يبقى ديت عندنا هنا كلمة ايه اللي هي ايه؟ واو ديت، ماشي. يبقى ديت ايه؟ واو. يبقى واو هي بيساوي واو دال. كويس. ايه كمان؟ واعطينا ان واو ان جيم دال، فين جيم دال ده؟ جيم دال، جيم دال تقاطع به هي بيتقاطع في نقطة الايه؟ الواو. كل دي موقعات. بيقول لي بقى اثبت ان المثلث اللي هو اسمه ايه؟ أ ب ه متساوي الساقين. يعني اثبت ان أ ايه؟ المثلث ده مثلث متساوي الساقين. لو انا اثبتت ان في زاويتين قد بعض يبقى المثلث متساوي الايه؟ الايه؟ الساقين. طيب يلا نبدا كده مع بعض. بسم الله. اول حاجه ناخد في المثلث اللي هو المعلوم اللي هو مثلث واو د ه متساوي الساقين. اذا في هذه الحاله بنستنتج ان زاويه واو ه د هتساوي قياس زاوية واو دال ايه؟ دال. يبقى الزاوية دي كده اللي هي زاوية الهي هنا في المثلث هتساوي زاوية الايه؟ الدال. يبقى زاوية واو ايه؟ دال هتساوي زاوية واو دال ايه؟ وسمي دي علاقة رقم كام؟ رقم واحد. طيب تعالى بقى نشوف مع بعض. مش احنا عندنا ألف ب بتوازي دال جيم عشان ده شكل متوازي أضلاع. من خواص متوازي أضلاع إن الزاوية إن ايه؟ كل ضلعين متقابلين متوازيين. يبقى ألف ب بيوازي دال ايه؟ دال ايه؟ جيم. ومين القاطع لهم؟ وقاطع لهم ما؟ مين اللي قاطعهم دلوقتي؟ به واو. يبقى به به ايه؟ واو هو القاطع. كويس؟ طيب هنستنتج ايه؟ هنستنتج ان زاوية الالف هتساوي زاوية واو دال هي بالتبادل. يبقى زاوية الالف ديت هتساوي زاوية الدال دي بالتبادل، حرف ايه؟ الزد دوت. ماشي اهو حرف الايه؟ الزد. يبقى هنا زاوية الالف هتساوي زاوية الواو دال ه بالايه؟ بالتبادل. طب ايه كمان؟ وزاوية الف ه ب هتساوي زاوية دال واو ه دال واو ه بالتقابل بالرأس. يبقى الزاويتين دولت كده بيساوي بعض بالتقابل بالرأس اهو. يبقى زاوية الايه؟ الزاويتين دولت بيساوي بعض بالتقابل بالايه؟ بالرأس. كلام جميل. طيب من العلاقة واحد ان الزاوية اله بتساوي زاوية الايه؟ الدال في المثلث اللي هو واو ه دال. طيب هنا وصلت ان زاوية الدال هي نفسها زاوية الالف، وان زاوية الف وه ب بتساوي زاوية الواو ه دال بالتقابل بالرأس. طب طالما الزاويتين دول قد بعض يبقى إذا الزاويتين برضو زي بعض. إذا بنستنتج من واحد واثنين وثلاثة إن زاوية الألف بتساوي زاوية الألف ه ب.
زاويه الالف هتساوي زاويه الالف ه ب. اذا في هذه الحاله المثلث هيكون ماله؟ مثلث متساوي لساقين، يعني هيكون عندي الف ب يساوي ب ه، يبقى المثلث الف ب ه مثلث متساوي لايه؟ الساقين. في نهاية هذه الحلقة أتمنى أن تنال إعجابكم، مع تحيات الأستاذ محمد السيد بلال معلم خبير في مادة الرياضيات. لا تنسى زيارة قناتي على اليوتيوب قناة الأستاذ التعليمية والاشتراك بها حتى يصلك كل جديد.